ان كنعرفوا بالمخيم الاساسي ديال الاساس ديالو كيكون عنده واحد البرنامج قام اللي كيضبط الطفل منذ ملي كيستيقظ من 7 الصباح الى ان يطفى انوار. وهذا البرنامج اللي كيكون قام في الفوضى غير بلا ما ندخل لي ديتاي ديالو لان الاخوان والاخوات اللي عاشوا في المخيم راه كيعرفوا اشنو البرنامج القار هو كيمكنهم باش يعرفوا اشنو هو الوقت وكيعرفوا كيفاش يضبطوا الوقت. اذا اداره الوقت مهمه بالنسبه للطفوله ديالنا وحنا في المغرب راه عندنا مشكله ديال اداره الوقت وبالتالي حتى في الاجتماعات ديالنا ولا في اللقاءات ديالنا عندنا بحال 6 ونص بحال 7 راه 6 ونص راه ماشي هي 36 دقيقه راه 36 دقيقه. الدول العظمى راه ثانيه كتعطيها القيمه ديالنا، حنا باقي هذه القيمه ديال الوقت ما كنعرفوهاش، ولكن إذا رسخنا لهم المخيم كيرسخ قيمه اداره الوقت، واللي مشى المخيم راه كيعرف هذه المهاره كيفاش 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 كيستافد منها الطفل. كاين الاعتماد على النفس، الاعتماد ما احوجنا الى الاعتماد على النفس، كيفاش الاعتماد على النفس؟ لان الطفل في دارهم طيله السنه كيعتمد اساسا على الام والاب ديالو جميع المشاكل، ولكن المخيم ولكن ملي كنهضروا على المخيم ماشي كنهضروا على المخيمات الحاليه للاسف، المخيمات الحاليه اذا درتوا زياره لها عباره عن الشطح والرديح، عباره عن الصولو، عباره عن كذا، عباره عن مجموعه ما كتمكنهمش الاعتماد على النفس، الاعتماد على النفس كيتمكن الطفل من وقت اخذ هذه المهارات كيفاش يطوي حوايجو كيفاش يعتمد على نفسه كيفاش من خلال الانشطه ديال المخيم، الانشطه ديال المخيم كتمكننا من هذه المهاره، يمكن تمكننا بواحد 10% يمكن 20% يمكن 30%، والفضل صراحه الناس اللي عاشوا المخيمات راه كيكونوا متميزين الاعمال ديالهم في المجالات ديالهم، وهذا الشيء راه معروف، اي واحد وظيفه او لا في الشغل ولا اي ولا في القطاع الخاص ولا في الجمعيه ولا هذا اللي تيكون عاش المخيم راه تيكون عنده مجموعه ديال الحويجات من ضمنهم الاعتماد على النفس، كيعتمد على نفسه. حتى كاينه الثقه في النفس، الثقه في النفس وهذا مشكل كبير عندنا حنا كاملين المغاربه هي المشكله ديال الثقه في النفس. وحنا الى هذا المخيم هذا الى عطينا غير واحد مجموعه ديال الحويجات باش يثق في نفسه، علاش؟ لان المخيم كيمارس مجموعه ديال الانشطه حنا غنشوفوها كتجعلو من الاساس كتعطيه ديك المهاره كيفاش يولي يثق في نفسه، كيفاش يبدي بالراي ديالو، كيفاش يناقش، كيفاش الى غير ذلك. ومازال لان حنا دابا التصور جبتو للاسف ان اشتغلنا الى اليوم الخميس والجمعه والسبت وحد كنت مسافر كان مجرد كنحط واحد تقريبا بحال الشكل ديال المخطط الاستراتيجي ديال الجمعيه في ظرف 5 سنين، حنا عندنا بلون اكسيون 3 سنين عاد من بعد كنا نجيبو بالرساله بالرؤيه، ولكن هذا الشيء كيبغي واحد عمل ذهني كبير ما تمكنتش، وحطيت هذا التصور المتواضع امامكم. بدت روح الفريق، بدت روح الفريق اجمل شيء اللي كيتعلم الطفل داخل المخيم، اي لانك ما كيبقاش كيعيش بوحدو، ما كيبقاش هذاك اي حاجه كيخدمها مع الفريق ديالو، ديك الفريقه الصغيره راه كتبت فيه روح الفريق. معرفة مجال الاهتمام، أي من خلال المخيم كيعرف الطفل من تما كيكتسب أشنو المجال اللي غيمكن يدير ليه، كاين اللي كيمشي يدير المجال بصح، كاين اللي كيمشي يدير المجال الرياضة، كاين اللي كيمشي يدير المجال الشعر، كاين اللي كيمشي يدير المجال العلمي، كل واحد وتما كيكتسب الطفل أشمن الاهتمام اللي غيعتمد عليه في المستقبل، وهذا راه عندنا مشكل إذا كنا المجال ديال الاهتمامات ديالنا اللي كتكون راه كتنجحنا في الحياة ديالنا المستقبلية.